اهلا بكم من جديد. بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن بشير التبعي. كابتن بشير مساء الفل. ازيك يا ريس؟ وقعت المايك بتاعك اروح للخضر على ما تعلقه تاني. ايه بس استاذ احمد الخضري؟ كابتن بشير مش محتاج مايك. لا لا هو كده ده متعفرت على كل حاجه. مشير مش محتاج هو مستاهل على كل حاجه. محتاج مايك خالص. نو حتى على المايك. استاذ احمد الخضري بتشرفنا ومنورنا. منور ومتالق يا كابتن شبانه. الله يخليك يا رب. النهارده كان مؤتمر بيعجبني الانترو بتاعك. الله يخليك. عارف احنا الصحفيين زي بعض ويعني في البرامج بتتميز بتتميز الانترو كويس. الانترو كويس ليه؟ بتدخل في حتت محدش واخد باله منها. ما انا بتبقى واضحه يعني دي حاجات لو فرضت مش قاعدين في المؤتمر في حاجات اللي انت قلتها يمكن انا حتى كلمت الاستاذ جمال علام وانت بتتكلم عشان حاجات بقى شغل بيطلع شغل. لكن تبقوا قاعدين ويتقال كلمه زي دي ان احنا استاذ جمال علام يقول ان احنا رايحين المؤتمر او التارجت بتاعنا مع كابتن حسام كاس العالم يوصل افريقيا نوصل افريقيا نوصل كاس العالم ويروحوا البيت ويروحوا جرايدهم ويروحوا ولا حد يعلق بيه. انا مش عايز اتكلم زمان يعني. انا سالت الاستاذ جمال علام قلت له استاذ شمال بيقطع فيك دلوقتي وازاي يا راجل عايز كابتن بشير قاعد قلت له دلوقتي يعني قلت له ازاي تقول حاجه زي كده؟ قال لي انا ما قلتش. قلت له لا قلت. قال لا انا قصدي كاس العالم وان احنا ناخد كاس افريقيا. ده على لسانه حالا يعني. لا ما قالش كده. انا بقول ما انا عندنا التصريح ده. انت اه 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 طيب يعني قال كده ما قالش كده. هاتوا لنا عند الجمله دي يا جماعه لو التصريح ده موجود. ما قالش كده. حتى مكتوب في المواقع. لا انا سمعتها انا سمعتها وقال وصول حتى من على موقع قال الوصول لافريقيا قال الوصول لافريقيا وكاس العالم لدرجه انه حد بيسال كابتن بشير بقى شاركنا خلاص ركب المايك. حتى لما اتسال الرئيس الاتحاد يعني العقد حتى مدته قد ايه يعني سؤال تقليدي. في تقديم لمدرب مش كابتن حسام ان شاء الله يقعد معانا 100 سنه باذن الله. لكن في تقديم لمدرب وانت قاعد مش عارف العقد هيقعد كام سنه سنه اتنين تلاته لغايه كاس العالم يعني في تقديم. ده اول سؤال. لا في حاجات كتير. هو سؤال تقليدي. هو ده سؤال غريب ولا تقليدي؟ هو المؤتمر معمول عشان كده عشان فقال لك احنا قاعدين نقول دعم. هو ده دعم الاعلام؟ عايزين تعرفوا حسام حسن هيمشي امتى؟ لا هي ما بتقالش كده خالص. هو بيتقال طبعا المده قد ايه وتقدم الجهاز وبعدين ما كابتن حسام ينجح ويمد يعني. ما هو كولر لما نجح مد، فيريرا لما نجح مد. ما في مدربين لما بتنجح انت بتمد اكيد طبيعي بتمد عقده. بس هو الطبيعي برضه ان هو يتسال طبعا المده بتاعت طبيعي. ما حدش يعني ساله قال له بكام؟ ما حدش ساله المرتب كام؟ لا حته المرتب دي هم يبقوا اعلنوا عنها. ما لا ما حدش ساله المرتب كام لكن الناس سالت قال لك المده ايه اهو طبيعي. ماذا تريد ماذا نريد من حسام حسن؟ نريد منه ان يصل الى امم افريقيا 2025 وكاس العالم 2026. هل من المنطق ان نقول له قبل بدايه المهم انك سترحل اذا لم تحقق البطوله؟ اللي جاب الكلام ده؟ لا طبعا الكلام مش وكاله. انما منطقي نقول له ان شاء هو يقول حسام حسن نفسه شخصيه حسام سمعتها حسن سمعتها. هل يقبل يعني انت بشير التبعي؟ لا لما اقول لك كاس امم وانت بتلعب او انت بتدرب اللي جاي هتقول لي هنافس عليها؟ طبعا اكيد طبعا مش هوصل ليها. لا ده انا لازم اخدها كمان. مش هوصل ليها. الوصول لها سهل. صح ولا غلط؟ طبعا. والكابتن حسام مش قال دي مصر باسم مصر كبير جدا جدا جدا؟ هو نفسه مش قال كده؟ وقال انا مش هستنى لما حد يقول لي مثلا اقاله مش اقاله. انا لو اخفقت همشي على طول. مش هستنى حد يعني. فهو الكابتن حسام هيقبل انه يوصل بس كاس امم؟ لا بص هو الاول بس عشان عايز اتكلم عن المؤتمر بصفه عامه. اللي بيقعد يمشي الجمهور ولا عقود ولا هو فيتوريا مش قاعد مش فيتوريا قاعد 4 سنين. لا وصلاح هو في المؤتمر الصحفي قال لك ان شاء الله قاعد مظبوط. والله لو ايه راي عام بيجي خلصت. كابتن حسام نفسه جه كده بس توضيح بس الموضوع. صلاح خضري هو لما كان بيتسال ان هو قاعد مش صلاح اللي بيقعد. لا انا مش قصدي كده خالص. انا قصدي كان خلاص العمليه مهيئه ان هو قاعد في ثانيه الكوره كده. طبعا الكوره في ثانيه تطلعك سبع سما وتنزلك سبع. ممكن تبقى عامل كمان بطولات كتير. والله لو ايه ما هوش كابتن الجوهري كان جوهري 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 وبعد كده يتشال ماشي ويتشال ويرجع تاني ويمشي ويرجع بالجمهور ويمشي بالجمهور. هي كوره هي كوره كده. فكابتن حسام حسن جه ازاي اصلا؟ طبعا بص بالجمهور. كابتن حسام حسن جه زي ما انت قلت بظهير شعبي شعبي واعلامي. ما حصلتش في التاريخ. ما حصلش في التاريخ ان المسانده دي والمسانده دي لغايه النهارده مسانده غير مسبوقه. مظبوط مسانده غير مسبوقه. بس لازم المسانده دي تبقى مشروطه. ما انا معلش انا ما عندي ما فيش شك. واحد في مليون كلنا بنساند وكلنا ورا كابتن حسام. بس عندك خلاص. تفسير قبل ما نقول المشروطه ونسترسل فيها. عندك تفسير المسانده ليه من الجمهور للكابتن حسام والكابتن ابراهيم بهذا الشكل؟ يمكن والاعلام يمكن هم شايفين المدرب الاجنبي ما حققش حاجه مع المنتخب وشايفين ان ده لا اشمعنى حسام حسن ما في مليون مدرب وطني.
يمكن شايفين مثلا هو حته القلب اللي عند كابتن حسام والانضباط ممكن يعني يرجع المنتخب يرجع للناس دي. ايه كاريزما؟ كاريزما طبعا. يعني انت لو عملت استفزاز في الشارع كده بعد 99% من الشارع يقول لك حسام حسن لو مدرب مصر. مكانه عاليه جدا كابتن ابراهيم كابتن حسام، لكن فقدان ثقه في الاتحاد، الناس فقدت الثقه في الاتحاد، فعايزه شخصيه يستعيدوا بها الثقه. هو ده الموجود الصح. فبانوا في الكابتن حسام حسن حاجه انه شخصيته قويه، ده حقيقة. هم عايزين مدرب شخصيته، هم شافوا فيتوريا راجل شخصيته ضعيفه والاتحاد مش عارف يشتغل فانهيار في المنتخب، ومش شايفين اي مدرب مصري دلوقتي موجود على الساحه خالص يعني الشخصيه دي ويعرف يجي في وقت ازمات ويحله. فدي ثقه من الناس لكابتن حسام وفقدان ثقه في الاتحاد ان كابتن حسام يعرف يعوض يعني عندهم امل ان كابتن حسام يعوض الجاب اللي موجود دي حقيقه في اداره الاتحاد الكره المصريه بشكل عام، عندهم امل في كده. لكن هل ده معنى ان كابتن حسام يقدر يعمل ده كله لوحده؟ لا لا طبعا لا، وهو مش مطلوب منه انه يعمل ده، مش مطلوب منه انه يعمل شغل الاتحاد، امر واقع. هو مش مطلوب منه يعمل شغل الاتحاد، وبعدين امر واقع يا اخويا. هو يعمل ايه شغل الاتحاد؟ هو راجل مع فرقته، واصل الاتحاد كده كده خلاص انت عينته وسندته وبتاع ومالكش في حاجات كتير. زي ايه؟ زي مثلا انت هتنظم المسابقات بتاعتك ازاي؟ زي ما قال كابتن ابراهيم النهارده الجمهور، طب هو زي ما قال مثلا كابتن جوره كان بيدخل في الحاجات دي الله يرحمه. النهارده الشباب كابتن حسام عنده 2026 احنا 2024، يعني فرقه الشباب اللي موجوده ممكن يستعين بواحد او اثنين او ثلاثه منهم منتخب اولمبي. يعني في حاجات الاتحاد لازم يقوم بدوره فيها. الاتحاد ما احنا كنا متخيلين ان النهائي الكاس تقدم عشان كابتن حسام، لا نهائي الكاس تقدم عشان رمضان في حاجات فانت الجدول احنا عندنا جدول ما فيش حد في الدنيا عارف يظبطه غير الدوري ده. احنا قلنا هنا الكلام ده قبل كده. ما حدش عارف يظبطه. فانت عندك في حاجات كتير للاتحاد، فالناس املها ان الكابتن حسام وده صعب طبعا ولا يحصل حاجه. تمام، بس هي متعشمين فيها يا كابتن خضر. لا لازم، ما هو لازم يتبان ان هو العشم ده برضه خطر، على قد العشم على قد اللوم والله بقى. خد بالك لان انت بتبقى رافع سقف طموحات احواك. ده حقيقه. اصل حسام حسن خد بالك وابراهيم حسن عملوا كل حاجه، ما اكيد وخدوا كل حاجه دي بس كانت ناقصاهم طبعا. فالجمهور شاف حسام حسن اسطوره الكوره وابراهيم حسن اسطورته اللي راحوا كاس العالم واللي مع الاهلي خدوا بطولات كتير ومع الزمالك عملوا تحول في الزمالك رهيب ومع واحترفوا ونجحوا وراحوا مسكوا انديه كتير. يعني هم شايفين هذا نموذج للنجاح. ده حقيقه. خد بالك انا بشايف دي مهمه اتقل على بالظبط. عشان كده بنقول ايه إبراهيم. البدايات ما حدش يسال حسام حسن على النتائج ساند. يعني انت مش اول ماتش معهوش عصا هيقول لك لا طبعا إيه؟ طبيعي طبعا. لا ما هو الناس ما حصل مع ايهاب جلال، الناس ما بتصبرش. ده ايهاب جلال مشي في 15 يوم يا راجل من اول ماتش. يعني كسب غينيا تاني ماتش دلوقتي هقول الظلم من ظلم. ده هو راح يلعب كوريا وكان مشي. ما هو يعني قبل ماتش كوريا ما هو فاكر الودي كان مشي، ما كانش عنده ظهير بتاع كابتن حسام ده خالص. الناس مش شايفه اي حاجه زي كده. ما هو كابتن ايهاب ولا اهلي ولا زمالك، فمن اول يوم ذبحوا له القط خلاص. يعني اتغلب ماتش روح، لكن ما حدش يقدر يعمل كده. الجمهور بيفرق في الحاجات اللي كنت عايز تقول حاجه بقى على المؤتمر. اللي عايز اتكلم عن المؤتمر كلام كابتن حسام حسن عجبني جدا جدا جدا، وكلام كابتن ابراهيم عجبني جدا جدا. بس انا المؤتمرات برضو احنا المؤتمرات الصحفيه عندنا لسه مش زي ما قلت. انا كنت اتمنى انه يتعمل في اتحاد الكوره، ما فيش مشكله عندي في اي فندق، لكن المؤتمر اعتقد لازم يبقى فيه ترتيب، حتى ترتيب في الافكار. انا هتكلم في ايه، مش هتكلم في ايه، في الاسئله في ماشي مش بتاعتي دي. لكن انا طلعت انا كراجل صحفي انا طلعت قبل في المؤتمر في الاخر. كلنا بنحب مصر وكلنا في ده مصر وكلنا هنشتغل عشان مصر. انا اللي يهمني كلام مرسل وانشائي وعاطفي. انا اللي يهمني انا كراجل، انا يهمني مش حاجه اسمها على فكره انا معترض حكيت طرف اول وطرف تاني. لا انا عقد، انا دلوقتي عام مع عشان دي حماسه زياده شويه. ما ينفعش بطبعه. انا ليه انا بطبعه. بعمل عقد عشان انت يا فندم انت جاي مطالب منك ان انت هتوصل سيمي فاينال نهائي افريقيا او على الاقل سيمي فاينال افريقيا، توصل كاس عالم. لا انت في الظروف دي، الظروف اللي احنا فيها، لا انت لازم ده انت لازم تكمل. طب اديني موقف كاس العالم. انت اما تبقى 10 فرق، لا احنا هنوصل كاس عالم تمام ان شاء الله. تمام. طب انت ايه طموحك لو وصلت لانهي مدى حتى تطمن الناس؟ العقد لازم اعرف سنه ولا اتنين ولا تلاته، مش حاجه اسمها حين ميسره وتيشيرت يبقى عليه 26 ولا. طب ما تعرفونا يا جماعه التفاصيل. انت في اي دلوقتي في اوروبا هتلاقي العقد والمقابل وقد ايه وقد ايه. لا لازم. لكن انا اتكلم وكله حلو وكله تمام لا لازم. لا الشرط يعني العقد شرطه متعاقدين بس دي بتاعت الاتحاد على فكره يا كابتن. انا ما بقولش بتاعت مين او مش مين، انا بتكلم ان انا المؤتمر انا لفت نظري فيه. لا كان المفروض
في اسئله لازم يتجاوب عليها، ما تجاوبش عليها. صح مظبوط.